حقيقة هذا الموضوع له أهمية كبيرة، وجاءت لجان إلى المجمع الفقهي وكتبنا في هذه القضية، وطلبوا منا اللجنة القضائية اللجنة القانونية في البرلمان رأي الشرع في هذه المسألة، وكتبنا رأينا وسنعلنه إن شاء الله لاحقا. هذا الموضوع أخي الكريم، الطفل منذ ولادته وحتى بلوغه سن التمييز، في هذا السن تكون الحضانة للأم مطلقا. لماذا؟ لأن الطفل في هذه المرحلة من العمر في حاجة إلى الحنان ونوع من الرعاية لا يقدر عليها إلا النساء، خاصة إذا لم تكن أمه فأم الأم وهكذا. والأم حقيقة مقدمة على غيرها من النساء، لأنه في هذه المرحلة التي يحتاج فيها إلى عطفها وحنانها، لذلك تكون حضانة الطفل في هذه المرحلة من العمر بإجماع الفقهاء للأم، إلا إذا قام بها عارض من الأسباب التي تسقط حضانتها، كأن تكون كجنون أو سرف أو غير ذلك مما. إذن هناك إجماع فقهي، معذرة دكتور، هناك إجماع فقهي عند العلماء على أن المرأة هي أولى بالحضانة ما لم يعني ما لم يسقط هناك عنها مؤشر على 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 مثلا العقل او عدم امانتها على مداراة الطفل، صح؟ اي نعم، الى سن التمييز او هي تتنازل عن حضانتها للطفل. كم سن التمييز دكتور وفق الشريعة وفق الثوابت بالاجماع؟ هو التمييز اختلف فيه الفقهاء، منهم من جعله 10 سنوات ومنهم من جعله 14-15 سنة، وبها كلام عند الفقهاء. لكن حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق ما لم تنكحي، يعني ما دامك لم تتزوج فلذلك هي أحق بابنها، وإذا تزوجت ولم يجد المحبون من هو أفضل من أمه فلذلك أيضا يبقى المحبون مع أمه، إذا اقتنعت لجنة أن زوج الأم كفو بأن يربي هذا الطفل. طيب. لا سيما إذا كان ذو رحم وقريب. إذن المجمع الفقهي دكتور معذرة، المجمع الفقهي يعتبر سن التمييز يعني تقول 10-14، أكو فد يعني عمر معين بالإمكان أن تجمعوا عليه في المجمع الفقهي حتى أنت عند هاي النقطة؟ حقيقة هذا الفقهاء قلت لك لهم أقوال، لكن الذي نحن نرجحه أنه يبقى إلى 14 سنة. لماذا؟ لأنه في هذا العمر حتى عمره 9 سنين 10 سنين، وخاصة في زماننا الأطفال ليس كأطفال الأمس. الأطفال اليوم يبقى يحن إلى أمه ويمشي وراءها ويتلفت إليها، بخلاف البداوة. في البداوة سابقا 7 سنين 8 سنين رجل يستطيع أن يعتمد على نفسه ويعرف الحق من الباطل. إذن يختلف البيئة، تختلف طبيعة التربية، تختلف من جيل إلى جيل ومن مكان إلى مكان. شكرا جزيلا دكتور. أن نحن نقول البنت إذا كانت صغيرة أو الطفل ذكرا كان يعني أو أنثى قبل 7 سنوات حقيقة هذا لا يجوز أن يحرم من أمه ومن حنانها. ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حكم على سيدنا عمر بن الخطاب بعاصم ابنه لأمه، وقال له ريحها وشمها لطفلها خير له منك. يعني إذن الأم هي بالنسبة لابنها شيء، يعني حقيقة اتصلت بنا أمهات حقيقة ما ينام من الليل يبكينا وهذا أولادنا راح يضيعون، أنا امرأة غير متزوجة وأنا قاعدة على أولادي، يشيلوا ابني 7 سنين ويأخذوا من عندي. طيب. بعد ما تعلق وضحت.